طيب خلينا نروح بقى لمحمد كوفي. محمد كوفي النجم الكبير اللي كان عندنا في الدوري المصري، لاعب في بتروجيت ولاعب في الزمالك ولاعب في سموحة ولعب في البنك الأهلي، من اللعيبة المميزة جدا جدا محمد كوفي، وكان لعيب دولي كبير وكان كابتن منتخب بوركينا، ومن اللعيبة المحترمة الجميلة جدا وصديقي جدا محمد كوفي، وحاليا هو بيشغل منصب مدير الكرة في منتخب بوركينا. امبارح كان معانا على التليفون، كان على السكايب ولكن الخط قطع وكان في مشكلة كده في الكهرباء هناك عندهم، هو في مالي دلوقتي. فخلينا امبارح كان في مالي، النهارده في بوركينا، وصل بوركينا النهارده، فممكن الانترنت افضل في بوركينا. طيب خلينا نروح لكوفي بقى حبيبي. يا كوفي حبيبي وحشني جدا حبيبي. I miss you a lot brother. انا you know you're my brother, so انت ايضا افتقدك كثيرا، انت اخي، واتمنى ان نلتقي باذن الله. انت من اللعيبه المحترمه واللعيبه الجامده جدا اللي عنده خبرات كبيره جدا، وكنت من اللعيبه المؤثره جدا في الانديه اللي انت لعبت فيها، وفي الزمالك في بتروجيت، ويمكن انا اتشرفت ان انا اشتغلت معاك في نادي البنك الاهلي فتره مميزه، ويعني استفدت منك كتير كلعيب عنده خبرات، وكنت قائد فريق، ومن الشخصيات الجميله جدا اللي انا بحبها جدا يعني. Yeah. أهلا كابتن، أهلا كابتن. أنا أيضا أفتقدك كثيرا، وأحب بالفعل أن أكون معك على الهواء، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله في منصبك الجديد كمدير لمنتخب بوركينا، يعني إن شاء الله بالتوفيق كده، وتعمل شغل جامد زي ما كنت لعيب جامد، تبقى مدير كرة جامد كمان إن شاء الله. أنا سعيد للغاية لأن أتحدث مع كابتن كريم، لأنني أعرف أن هو يعرف أنني أحبه منذ وقت طويل. هو ليس صديقي فقط بل هو أخي، وأنا سعيد جدا أن أكون موجود معه، وأتمنى له كل الخير، وسعيد جدا أننا ممكن أن نتحدث عن ذكريات كثيرة بيننا. طيب كوفي خليني أسألك بقى في الشغل، منتخب بوركينا طبعا، يعني احنا اتفرجنا على ماتش مصر وبوركينا، قلنا منتخب بوركينا هو المنافس القوي لمنتخب مصر في المجموعه. طبعا كلنا شفنا مباراه مصر وبوركينا هنا، فوجئنا ان منتخب بوركينا بعد ما كان كسبان سيراليون 2-0 اتعادل 2-2، والمباراه دي اكيد اثرت بالسلب على مشوار بوركينا ومنافسته لمنتخب مصر في المجموعه. الحقيقة كابتن كريم أن فريقنا بوركينا فاسو لدينا فريق جديد ومدير فني جديد، ونحن نمشي بسياسة خطوة خطوة. لدينا لاعبين جيدين جدا، ولكن الحقيقة أن هناك لاعبين غير موجودين مثل تراوري وهيرفي كوفي، وهناك عدد كبير من اللاعبين. إذن هو فريق جديد، نبني فريق جديد تماما. أن تكون موجود في استاد القاهرة هذا ليس بالشيء السهل أبدا، ولم تكن أنا لعبت في استاد القاهرة وأعرف ما هو استاد القاهرة. لا الحقيقة اللعب أمام الجماهير المصرية صعب، لأنهم يدفعون فريقهم بشكل كبير. نحن بدأنا المباراة ننظر إلى الجماهير وننظر إلى اللاعبين المصريين، وكانت مثل الفزعة، ولكن بعد ذلك استطعنا العودة للمباراة وأدينا بشكل طيب جدا في الشوط الثاني. أما سيراليون كنا على وشك أن نفوز بالمباراة، وكنا متقدمين 2-0. فجأة اللاعبين أرهقوا في الشوط الأول بعد أن أعطوا كل شيء،
وبالتالي تعادلنا في الشوط الثاني. الحقيقة لسنا لا نشعر بالحزن لأن أمامنا مباريات كثيرة قادمة. شايف فرصة بوركينا فاسو لسه قائمة في المنافسة للصعود لكأس العالم؟ أنا آمل ذلك لأن فريق بوركينا فريق جيد ولا يوجد فريق سيء في المجموعة. نحن محظوظين، ربما تخرج من هذه المجموعة فرقتان وليس فرقة واحدة، وستكون مصر وبوركينا إن شاء الله. ممكن كأحسن توانية. صحيح مظبوط. طيب قول لي بقى يا كوفي، انت لعيب كبير وعندك خبرات، يعني مين اللي عجبك من لعيبة منتخب مصر في مباراة مصر وبوركينا، وغير بقى الجماهير يعني النواحي الفنية لمنتخب مصر، ورأيك في الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في اول لقاء ليه بشكل رسمي مع المنتخب في مباراة بوركينا؟ الحقيقة أن أي فريق سيواجه مصر سيتحدث عن محمد صلاح وتريزيجيه، لأن الكل يعرفهم خارج مصر، الكل يعرف محمد صلاح والكل يعرف تريزيجيه، ولكن الفريق المصري كله مليء باللاعبين الجيدين جدا. نحن لم نكن خائفين، وإذا وأننا لو أننا أوقفنا محمد صلاح وتريزيجيه فأننا نوقف 50% من قوة الفريق المصري. أما بالنسبة للكابتن حسام حسن فأنا أعرفه جيدا. الحقيقة الفريق لا يلعب بالطريقة التي يريدها حسام الآن، ولكن مع مرور الوقت سيبني فريقا جيدا. هو هذه أول مباراة رسمية يدرب في الدوري المصري منذ فترة طويلة، ولكن الفريق الوطني، تدريب الفريق الوطني مختلف تماما، ولكن أنا على ثقة أن حسام حسن سيبني فريقا جيدا. كوفي شفناك بتكلم محمد صلاح بعد المباراة، كنت بتقول له إيه؟ كنت سعيد برؤية صلاح مرة أخرى منذ أيام المقاولون العرب. لعبت أمامه عندما كنت في بتروجيت وهو كان في المقاولون العرب. بعد ذلك انتقل إلى أوروبا ولم أقابله مرة أخرى. هذه كانت أول مرة أقابل محمد صلاح بعد المقاولون العرب. كنت سعيد برؤيته وسلم علي وقال إزيك يا كوفي، كيف حالك يا كوفي؟ وبعد ذلك أعطاني قميصه، وهذا شيء كبير جدا وهدية جميلة جدا وسأحتفظ بها بعيدا عن الناس. أكيد أكيد كوفي، يعني أنت قعدت فترة كبيرة جدا في مصر ولعبت في أندية كتير ولعبت في نادي الزمالك، وهل أنت لسه متابع الدوري المصري وبتتفرج، ورأيك إيه في الزمالك؟ وأكيد تابعتهم الزمالك هو بيكسب الكونفدرالية. نحن لسنا على المستوى السعادة التي نريد أن نكون عليها، لدينا أكثر. الزمالك فريق جيد جدا، واجه مشكلات كثيرة، ولكن الزمالك يعود، وهذا هو الزمالك. الزمالك لا يستسلم أبدا. مرسال قطع. طيب يعني محمد كوفي طبعا من اللعيبة المميزة اللي لعبت مع نادي الزمالك فترة وأدى بشكل كويس، وأنا يمكن على تواصل يومي دايما مع كوفي على الواتساب وعلى الفيسبوك بنتكلم، وعلى الانستجرام بنتكلم على طول أنا وهو. هو زملكاوي جدا، يعني دايما هو بيكلمني من بوركينا أو من فرنسا، ساعات بيبقى قاعد في فرنسا بيبقى لابس تيشيرت الزمالك وبيحب نادي الزمالك جدا جدا
محمد كوفي طبعا احد اللعيبه الافارقه اللي لعب فتره كبيره جدا في مصر، ويمكن انا سعيد جدا ان هو كان معانا النهارده من خلال سكايب، ونتمنى له كل التوفيق خلال الفتره القادمه، وبيحب مصر جدا على فكره محمد كوفي.